النهاردة هنتكلم عن ترطيب الشعر، هنعرف يعني ايه نرطب شعرنا سواء في البيت او في العيادات او المراكز التجميلية. تابعوني في الفيديو عشان نعرف يعني ايه ترطيب الشعر. لازم نفهم ان الشعر بتاعنا زي النبات بالظبط. النبات لما تغفلي عنه شوية ومترميهوش باستمرار وما ياخدش المية الكفاية بيحصل ايه؟ بينشف، بيجف، بيبتدي يتقطم. نفس الكلام عندي في شعري، شعري لما بهمله وما ادلوش الترطيب الكفاية بتاعه هينشف ويجف ويبتدي برضو يتقطم، وكلنا نشتكي ان شعري مقصف، شعري نهاياته ناشفة قوي، شعري جاف قوي وما كانش كده. وعلى فكرة ده ملوش اي علاقة بان طبيعة شعري او طبيعة فروة راسي دهنية او جافة، ده له علاقة بنهايات واطراف الشعر نفسه. الترطيب مهم جدا جدا جدا. تعالوا نعرف يعني ايه ترطيب وهنعمله ازاي. الترطيب في معناه ان انا ازود كمية الهيدريشن او المية اللي بتوصل للشعر. الترطيب مش معناه ان انا ازود زيوت او احط زيوت كتيرة على شعري. على فكرة اختيارنا للزيوت دايما ما بيكونش مظبوط. الزيوت التقيلة، وده معظمنا بيستخدمها زي زيوت الزيتون وزيوت الخروع والحاجات دي كلها، زيوت تقيلة على شعراية، بمعنى ان لو شعرتي اصلا متهالكة ومقطمة وجافة وفيها تقصف مش هتستحمل انها تشيل وزن زيادة عليه. فمش صح ابدا ان انا استخدم الزيوت على اساس ان انا برطب. الزيوت ممكن تكون مغذيه، وافضل استخدام ليها ان انا استخدمها لفروه الراس مش الشعر نفسه. انا بتكلم على الشعر نفسه وازاي ارطبه. افضل اسلوب للترطيب ان انا ازود في حمامات الكريم، اعمل حمامات كريم كتير قوي لشعري، كريم يكون مفيد، يكون مغذي، يكون فيه نسبه فيتامينز عاليه. الكريم، حمام الكريم انا بحطه على الشعر نفسه، ونفترض ده شعري، انا بمسك الخصلة وبحط عليها حمام الكريم كده وببتدي امسجه، لكن مش بحط حمام الكريم فروة راسي، وبالتالي ده انا هقدر ارطب الشعر بتاعي كويس. قبل كده في حلقة من الحلقات قلت لكم ان احنا ممكن نضيف المايونيز على حمام الكريم بتاعي، وده هيزود نسبة الترطيب بتاعه وهيخليه في نسبة طراوة اكتر، ولو فيها هيشان شوية هيقل. طيب ده الترطيب اللي انا هعمله في البيت، ان انا هعمل حمامات الكريم، ويفضل يكون حمام كريم مغذي وفي نسبه فيتامينز عاليه، هستخدمه مره او مرتين في الاسبوع على حسب طبيعه او نسبه الجفاف في شعري. طيب لما بروح العياده او السنتر انا بعمل ايه زياده عشان اعمل جلسه ترطيب؟ ايه هي جلسه الترطيب؟ جلسه الترطيب بتشمل نوع من انواع حمامات الكريم، وبتشمل حاجه مهمه جدا اسمها البليكسات. البليكسات اللي هي زي الاومني بليكس، الاولا بليكس، البليكسات دي كلها انا مسميها بليكسات. الحاجات ديت ونسبه طبعا زيوت تخليقيه كمان. الميكس اللي احنا بنعمله في العيادات او في السناتر ده بيبقى مهم جدا، علشان ده بيعوض الترطيب اللي ناقص في الشعر، وكمان بيعوض الهيشان ونسبه التقصف، وبيتعمل في الشعر بطريقه مساج معينه عشان اقدر اوصل الماتيريال اللي انا عايزه احطها لجوه الشعرايه بشكل صحي وبشكل سليم، عشان تقدري تحصلي على الترطيب المناسب لشعرك. امتى بلجأ للعياده وما اعملش جلسه حمام الكريم في البيت؟ اذا كان شعري فعلا هايش قوي، مقصف بزياده، نسبه الهيشان او التلف اللي في نهايات الشعر وفي اطرافه كتيره جدا وطرقه عليه وما كانش ده المعتاد بتاعه. تعالوا نشوف ايه انواع حمامات الكريم الكويسه اللي ممكن استخدمها سواء في السنتر او في البيت. كلمتكم قبل كده في حلقات كتيرة عن أنواع معينة من حمامات الكريم كتيرة، والنهاردة كمان هستخدم نوع جديد. النوع ده كويس عشان فيه نسبة كولاجين وترطيب عالي، فملمسه نفسه شوية فيه دهنية أو فيه ترطيب، ترطيبه مميز جدا، من الحاجات الكويسة اللي أنا ممكن أستخدمها في البيت بدون أي مشاكل، وطريقة استخدامه سهلة جدا. وممكن برضو يضاف عليه المايونيز ونقطتين من زيت الأرجان لو عندك زيت الأرجان البيور. من الحاجات كمان اللي بنستخدمها عندنا في العيادات البليكسات، ده نوع معين من البليكسات اللي فيه كافيار كمان، فنسبة الترطيب بتعلو جدا فيه. النوع ده بليكس مستورد وفيه نسبة كافيار عالية، بيستخدم للترطيب الزيادة في الشعر، فبيدي تغذية عالية جدا. عشان كده بستفيد من جلسة الترطيب ان احصل على شعر مش هايش ومفهوش تقصيف ولا تقطيم. حافظي على شعرك، دايما رطبيه، ما تسيبيش شعرك ابدا للجفاف. احنا في فصل الخريف اللي فيه بيزيد تساقط الشعر وبيزيد فيه جفاف وتقصف الشعر، محتاج منك عنايه زياده شويه، واشربي ميه كتير على قد ما تقدري عشان شعرك باستمرار يبقى مترطب وطري ولامع زي ما انت عايزه. تابعوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وصفه طبيه جديده مع دكتور شيري محي الدين.